نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. برلين تؤكد أنها لن تشارك في استراتيجية أقصى الضغوط الأمريكية ضد إيران، وموسكو تحذر من أن الوضع في الخليج محفوف بمواجهة عسكرية واسعة. طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني، ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل تنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي. سيد نصر الله يؤكد دعم أي موقف فلسطيني رافضا لصفقة القرن، وينفي استخدام مرفأ بيروت لنقل السلاح إلى لبنان. صابت عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم لهدم قوات الاحتلال منازل المقدسيين في حي وادي الحمص. دمشق ترى في التفاهمات الأمريكية التركية اعتداء على سيادة سوريا ووحدتها، وأردوغان ماض في عملية شرق الفرات بمعزل عن نتائج المباحثات مع واشنطن. جثمان قائد السبسي يصل إلى قصر قرطاج عشية تشييعه بحضور رؤساء ووفود أجنبية وتأمين من الجيش. أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده لن تشارك في استراتيجية أقصى الضغوط الأمريكية ضد إيران. ماس أوضح أن برلين ستتخذ قرارا بشأن مشاركتها في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين مضيق هرمز فور حصولها على مزيد من الإيضاح حول طبيعة هذه المهمة. كما شدد على أن أي تحرك بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون له طابع أوروبي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن كسر أمريكا للاتفاق النووي الإيراني سيكون بمثابة ضربة خطيرة لنظام منع الانتشار النووي. لافروف حذر من أن الوضع في الخليج محفوف بمواجهة عسكرية واسعة النطاق بسبب الخطوات المعادية لإيران، ولفت إلى أن هذا الأمر لا يمكن السماح به. لافروف رأى أنه من غير المجدي مطالبة إيران فقط بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، بينما الشركاء الغربيون لا يفون بالتزاماتهم. فيما يكرر المسؤولون الأمريكيون تصريحاتهم المتناقضة حول مسار التفاوض مع إيران، يبدو مشروع واشنطن لتأليف قوة دولية بحرية لحماية المضائق وكأنه اصطدم بقلق أوروبي يعيق تنفيذه، عدا عن الرفض الإيراني المطلق لخطوة من هذا النوع. هذا تقرير لمحمد محسن. تغيير سلوك إيران هو الهدف، الكلام لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم أهمية مضيق هرمز. يعلن بومبيو أن واشنطن تواصلت مع دول عديدة لتأليف قوة دولية هدفها حماية المياه الاستراتيجية في مضيقي هرمز وباب المندب. وخلافا لمسارات الأزمة والمواجهة، أصر بومبيو على تكرار استعداده وترامب للتفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، وهو ما تكرر طهران رفضه قبل رفع العقوبات الأمريكية عنها. سأرحب بفرصة التحدث مع الشعب الإيراني، وتحدثت عن ذلك من قبل. ظريف يتمتع بفرصة زيارة نيويورك والتجول في إحدى أروع المدن الأمريكية، ويتحدث إلى وسائل الإعلام الأمريكية والشعب الأمريكي لنشر البروباغندا الإيرانية. أود أن تتاح لي الفرصة للذهاب لا لنشر البروباغندا، بل لقول الحقيقة للشعب الإيراني حول ما فعلته سلطته وكيف أضرت بإيران. القراءة الإيرانية لهذا الخطاب لا تعير اهتماما للغته الإيجابية ظاهريا، بل تعتبر أن المفاوضات بالطريقة والظروف التي تطرحها واشنطن وسيلة للمساس باستقلال إيران لفرض الشروط الأمريكية، وهو ما عبر عنه مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية العميد يد الله جواني. خطوات الدول المعنية بالأزمة الإيرانية الأمريكية تؤشر بوضوح إلى أن الأمر يتجاوز زيارة هنا أو هناك. كذلك فأن المساعي الأمريكية لتأليف قوة بحرية دولية تصطدم ليس فقط بالرفض الإيراني الصارم على قاعدة أن أمن مضيق هرمز تتعهده إيران وفق معاون وزير الخارجية عباس عرقشي، بل تصطدم أيضا بقلق تعكسه مباحثات دول في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وإيطاليا والدنمارك لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية. بريطانيا التي تبدو يائسة من إمكانية استعادة الناقلة النفطية المحتجزة في إيران بالقوة أو الضغط.
باشرت تسيير سفنها لحماية ناقلاتها التي تعبر في مضيق هرمز بمعدل يراوح بين 15 و 30 سفينة كبيرة يوميا، ولعل هذه الأرقام معطوفة على ما سبقها من أحداث ميدانية في المضيق ومحيطه، مؤشرات على إحدى أبرز أوراق القوة الإيرانية التي تسعى واشنطن لسحبها من طهران من دون أن تنجح في ذلك حتى اليوم، بعيدا عن شكليات الحديث عن التفاوض. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح أن إنشاء محطة بوشهر النووية الثانية سيبدأ في مطلع شهر آب أغسطس المقبل. صالح أوضح أنه خلال السنوات الست المقبلة ستكون المحطة جاهزة للتشغيل، فيما في السنوات الثمان التالية ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة. وأكد أن إعادة تصميم مفاعل أراك يمضي قدما بالتعاون مع الصين وبريطانيا. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لقوات الاحتلال في حي وادي الحمص شرق القدس المحتلة. جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز على المعتصمين عقب أداء صلاة الجمعة تضامنا مع السكان الذين هدمت بيوتهم. وأصيب فلسطيني بجراح والعشرات بحالة اختناق خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان وبجدار الفصل العنصري في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة. معي مباشرة من القدس المحتلة رئيس الحركة العربية للتغيير دكتور أحمد طيبي. دكتور حياك الله، بداية ومن خلالك نعرف ما الذي يجري بالضبط أو تقدير الموقف حاليا في القدس عموما وفي الأحياء التي تشهد توتر بشكل خاص. نعم، قمنا ظهر اليوم بصلاة الجمعة في وادي الحمص رفضا وتضامنا واحتجاجا لمجزرة البيوت وهدم عشرات الوحدات السكنية في وادي الحمص تحت هذه الخيمة الخضراء التي تعرضونها الآن. قمنا بالصلاة، ما أن انتهينا من أداء الصلاة حتى أمطرنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز المسيلة للدموع من طرفي الجدار، لأنه بالطرف الآخر كانوا أيضا أخوة رافضون لهذا القرار وبالعشرات هناك، فأمطروا التظاهرتين اللي هم صلاة وكان مفروض يكون حتى مؤتمر الصحفي منحوه عبر إطلاق الغاز وأصيب العشرات. أنا دخلت على إحدى البيوت ورأيت هناك نساء وأطفال مصابين بالغاز وأصيب العشرات منهم صحفيون ومنهم مصلون وناس مسنين وأخي عدنان غيث محافظ القدس، الأخ حاتم عبد القادر، الأخ شادي، الشيخ محمد حسين، أمطار من الغاز. والشباب طبعا تفاعلت بعد ذلك ضد قوات الاحتلال اللي هذه القنابل أحرقت حوالي المنازل. وما من شك في أنه هذه البيوت التي تم هدمها بهذه الكثافة، عشرات البيوت بادعاء أنها بجانب جدار الفصل العنصري اللي هو مخالف الدول، يقف من خلفها فكر التفوق الديموغرافي، لأنه هذا تطهير عرقي يريد تهويد القدس بالقرار الأمريكي بقرار ترامب نقل السفارة، ولكن أيضا بهدم البيوت وطرد وإخلاء سكانها الأصليين. ما رأيته أنت ترى هذا الشيخ الذي يحمل العمل العلم الفلسطيني أنه الناس ممكن أن تهدم وتحطم بيوتها ولكن أبدا لا يمكن أن تحطم إرادتها، وهذا ثابت في كل المواقع، ولكن يجب على الجميع أن يقف إلى جانب المقدسيين وأهالي هذه البيوت
لكي يكونوا سندا لصمودهم أمام ممارسات الاحتلال. طيب سأسألك ما المطلوب طبعا دكتور أحمد طيبي في مثل هذا في مثل هذه المرحلة، لكن اسمح لي أستغل وجودك معنا لأطرح عليك نقطتين. الأولى لها علاقة بما تحدث به أو أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس عن قرار وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل ووضع هذا القرار موضع التنفيذ، هذا كيف يؤثر عليكم أستاذ أحمد طيبي وأنتم كيف تقيمونه أيضا؟ نعم، إحنا كنا في الماضي أن إسرائيل ألغت من طرف واحد كل الاتفاقيات عبر توغلها في مناطق ألف، عبر هذا الاستيطان، عبر تهويد القدس، عبر نقل السفارة، ولذلك قرار الرئيس الفلسطيني هو قرار ردا على هذه الممارسات الاحتلالية وتحديدا هدم المنازل. ما من شك في أنه إسرائيل تشعر أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء لأنه الدعم الأمريكي مطلق، حتى أنه الإدارة الأمريكية تؤيد هدم المنازل، لم تسمع ولا أي تحفظ من هذا العمل الفظ والبشع اللي هو مخالف للقانون الدولي، ولذلك سيستمرون في هدم المنازل ومنع الفلسطينيين من البناء فيما يسمى بمناطق جيم، وخاصة أن هذه المنطقة اللي احنا تظاهرنا فيها هي تابعة لمناطق السلطة الفلسطينية أصلا، ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي طبقا لتلك الاتفاقات أن يتدخل فيها في قضايا التخطيط والبناء، ولكنه يشعر أنه يستطيع أن يعيث فسادا، وهذا ما فعل. وهذا أحد مؤشرات على أن أوسلو انتهى بشكل كامل. أنا أريد أن أسألك عن التطبيع أيضا دكتور، التطبيع المحموم حاليا والوفود التي العربية المطبعة التي تأتي إلى فلسطين المحتلة وتحديدا إلى القدس، إلى أي حد يمكن أن تشكل غطاء لإسرائيل في ممارساتها أو تشجع إسرائيل في ممارساتها ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين على وجه التخصيص؟ بعض المتوينين العرب وهكذا نشر أنهم وصلوا إلى إسرائيل، وفي نفس اليوم الذي عبروا فيه عن محبتهم وتقديرهم لإسرائيل ووصفوها بأنها حلم، هذه إسرائيل مست بحلم الأطفال الفلسطينيين والعائلات عبر مجزرة المنازل، ولذلك لا أعرف إذا كان هناك مشاعر لهؤلاء المدونين أو إذا انتبهوا أنه في الطرف الآخر هناك عائلات وهناك فلسطينيين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي والظلم الإسرائيلي، وأعتقد أن ما قاموا به بعيد كل البعد عن الحس الإنساني للتضامن مع شعب مكموع، بل جاءوا وتضامنوا مع شعب قام مع إدارة قامعة. طيب المطلوب دكتور باتجاه الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في حي وادي الحمص في شرق القدس المحتلة، المطلوب أيضا بشكل عام في هذه المرحلة على 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 أكثر من مستوى، يعني مستوى الشعب الفلسطيني الداخلي، الشعب الفلسطيني الخارجي، كان الله في العون للجميع، وأيضا على مستوى القيادات والنخب العربية والمهتمين في العالم، ما هو المطلوب على هذه المستويات؟ ماذا تطلبون على هذه المستويات حاليا؟ إضافة الأرض هي العقبة الكأداء أو القضية الأساس في الصراع، في هذا الصراع قبل عدة أيام تم هدم منزل في وادي عارة عندنا في الداخل، غدا الذكرى التاسعة لهدم العراقيل في النقب. إذا عملية الهدم وهي صفة للحركة الصهيونية منذ النكبة منذ 48 مستمرة وتفاقمت مؤخرا نظرا للدعم المطلق من الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية. هؤلاء أصحاب المنازل يجب الوقوف إلى جانبهم. أنا أعرف أن القيادة الفلسطينية تبنت الموضوع واتخذت قرار بذلك، الناس أيضا تقف إلى جانب أصحاب البيوت، ولكن يجب أن يشعر كل صاحب بيت منها من عشرات الشقق التي تم هدمها والبنايات هذه اللي مبنية على أراضي خاصة، الأراضي هي أراضي للناس، لأصحابها
اللي يحق لهم البيت والمسكن، هذا حق طبيعي إنساني وسلب منهم هذا الحق. الناس تقف معهم ويجب أن يقفوا معهم ومساندتهم في إعادة بناء منازلهم، لأنهم فقدوا بيوتهم، في قسم من هذه البيوت مسكونة، قسم منها غير مسكونة، ولكن يجب أن يشعروا أن الجميع يقف إلى جانبهم، هذا ضروري للغاية. دكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. بعد ربع قرن على توقيع اتفاقية أوسلو، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل في هذه الاتفاقيات ردا على تنصل الاحتلال الإسرائيلي منها. قرار اتخذته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع وحصد تأييد جميع القوى الوطنية في فلسطين. هذا تقرير لناصر لحام. مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، تدخل المنطقة مرحلة جديدة ولو من الناحية النظرية. فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرجل الذي وقع اتفاقيات أوسلو أنه في حل منها ولا لزام عليه فيها. أبلغنا كل الجهات ذات العلاقة بهذا الموقف الفلسطيني الذي سيبدأ تنفيذه مباشرة من خلال لجنة متخصصة بدأت بوضع الآليات العملية، ما على منظمة التحرير ستقوم به منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اللجنة التنفيذية، وما على الحكومة الفلسطينية الأداة التنفيذية لمنظمة التحرير على الأرض ستقوم به أيضا على الأرض. نحن نرحب بهذا القرار بوقف العمل بالاتفاقيات، خاصة إذا كان يشمل وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والعبرة الرئيسية في التنفيذ. ومنذ أن أعلن الرئيس القرار، والسؤال الذي يشغل بال الأرض المحتلة هو كيف سيقوم الفلسطينيون بذلك، وما هو رد الاحتلال المتوقع على هذه الخطوة، وما تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية. مش عارف كيف راح يتنفذ، لأنه إحنا بنحكيش عن اتفاقية أو اتفاقيتين، بنحكي عن أكثر من اتفاقية، منها اتفاقية أوسلو. موضوع صعب حاليا، وهو بحاجة ل يعني أوكي زي ما حكى الرئيس إنه في تشكيل لجنة، بس أعتقد إنه الأمور صعبة. يعني وين إحنا رايحين؟ شو ممكن يصير؟ يعني في اتفاقيات أمنية، في اتفاقية أوسلو، وين الأمور رايحة؟ لحد الآن أعتقد إنه الأمور مش واضحة. الدائرة الأولى المقربة من الرئيس لم تدل بأي تصريح، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الصف الأول من القادة، والتفسير الأقرب هو أن رام الله تنتظر لترى رد الفعل الإسرائيلي على هذا القرار. وفي المقابل لم تنبس قيادة إسرائيل ببنت شفة، والتزمت الصمت ولم ترد بعد على قرار وقف الفلسطينيين الالتزام بالاتفاقيات معها. ضاع الفلسطينيون ربع قرن في دهاليز اتفاقيات أوسلو، وغدرت حكومات الصهاينة بهم، وتنصلت من الاتفاقيات، ومنعت إقامة دولة غرب النهر. فهل ينجح الرئيس الذي وقع على أوسلو في الخروج من زنازين هذا الاتفاق؟ وما هو الثمن المطلوب؟ ناصر اللحام، بيت لحم، الميادين. العلاقة التي تربط إسرائيل بالسلطة الفلسطينية يحكمها اتفاق أوسلو، وفيه جملة من الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل دائما. التفاصيل حول الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية مع بيسان طراف. أهلا بكم. منذ مؤتمر السلام بمدريد في تشرين الثاني نوفمبر من عام 91 وقعت عدة اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أبرزها اتفاق أوسلو الذي كان يفترض أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 98، وقد نص على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة لمرحلة انتقالية تستغرق 5 سنوات، إضافة إلى وضع حد لعقود من المواجهة والنزاع وتشكيل لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية لمعالجة القضايا على كافة الصعد. إسرائيل طبعا لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاقية أوسلو، لم تسحب قواتها من المناطق المقررة، بل زادت من استيطانها في كل مكان، واستباحت المناطق المصنفة ألف وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة. وبعد عدة سنوات رفضت إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم في قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور والاستقلال. مسألة واحدة لم تخل بها إسرائيل أبدا، وهي النقطة الأمنية والتنسيق الأمني مع السلطة.
في عام 94 وقع الجانبان اتفاقية باريس الاقتصادية التي زادت من تحكم الاحتلال في الاقتصاد الفلسطيني برمته، ونتيجة لهذه الاتفاقية وضعت إسرائيل يدها على المياه والمعابر والحدود والموانئ، وفرضت عدم إتمام السلطة المبادلات التجارية مع العالم إلا عبرها. ومن بين الاتفاقيات الموقعة أيضا اتفاقية غزة أريحة عام 94، وهي اتفاق تنفيذي لأوسلو. اتفاقية طابة عام 95، وتتضمن المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية. وقسمت اتفاقية طابة المناطق الفلسطينية إلى ألف وباء وجيم لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل. اتفاق واي ريفر الأول عام 98 الذي نص على مبدأ الأرض مقابل الأمن وعلى انتشار القوات الإسرائيلية بنسبة 13% من الضفة الغربية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بتكثيف حملتها ضد العنف. اتفاق واي ريفر الثاني عام 99 في شرم الشيخ، وفيه تم تعديل بعض نقاط واي ريفر الأولى. إضافة أيضا إلى تقرير ميتشل الذي وقع عام 2001 الذي تمحور حول وقف الاستيطان الإسرائيلي ووقف العنف من الجانبين، ثم جاءت خارطة الطريق عام 2002 وركزت على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية وعلى إتمام التسوية النهائية بحلول عام 2005، وهو ما لم يحصل أيضا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحب بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، وفي كلمة له قال السيد نصر الله أن إسرائيل ينهكها وقف التنسيق الأمني. طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني، ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل تنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي، ما في شك هذه عملية، هذا أمر يضغط، لكن في كل الاتفاقات أهم شيء بيضغط على الإسرائيلي، والفلسطينيين بيعرفوا، مش نحن عم ندلهم، هن بيعرفوا، بس نحن عم نحكي بالعلن، هو وقف التنسيق الأمني اللي بيهلكوا الإسرائيلي. وقف التنسيق الأمني لا بيخاف من الجنائية الدولية، ولا بيخاف من مجلس الأمن، ولا بيخاف من حدا في الدنيا، لأنه أمريكا حاميته، أمريكا حاميته وين ما كان، وأمس عملت فيتو بمجلس الأمن الدولي. المكان الوحيد اللي بيوجع الإسرائيلي هو التنسيق الأمني. هذا السلاح موجود في يد السلطة، ويتستطيع أن تلجأ إليه لمنع هدم المزيد من بيوت الفلسطينيين. سيد نصر الله نفى على نحو قاطع ادعاء المندوب الإسرائيلي بأن حزب الله يستخدم ميناء بيروت لنقل السلاح، واعتبر أن الهدف من الادعاءات قد يكون مقدمة لفرض وصاية على المرفأ. أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان، وبكل صدق أنفي، ولو كان في شيء منه أنا بسكت وما بنفي، ما في داعي أقول عم ننقل، بيكفي أني أسكت مثلا، لكن أنا أنفي. لكن هذا يأتي في سياق، أقول لكم هذه مقدمات لفرض وصاية يريد البعض أن يصل إليها في لبنان، وصاية على المرفأ، ووصاية على المطار، ووصاية على الحدود، وما عجزوا في أحد أهداف عدوان تموز أن يحققوه، وهو المجيء بقوات متعدد جنسيات إلى المرفأ وإلى المطار وإلى الحدود، هي قد تكون مقدمات له. سيد نصر الله شدد على ضرورة إجراء حوار لبناني فلسطيني لمعالجة ملف عمل الفلسطينيين في لبنان. في موضوع الفلسطينيين في لبنان والعمالة الفلسطينية يجب أن يعالج الموضوع على أساس إنساني وأخلاقي وقانوني. نعم، بعيدا عن المزايدات، نحن رأينا أنه في فارق كبير بين العامل الفلسطيني والعامل غير الفلسطيني. الأولوية العامل اللبناني ما في نقاش، لكن لما نجي للعمال غير اللبنانيين في ميزتان مهمتان للعامل الفلسطيني. الميزة الأولى أنه ليس لديه بلد يرجع إليه ليعمل. الميزة الثانية أنه موضوع الفلسطيني، العامل الفلسطيني، هو يرتبط بقضية سياسية ووطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيا، هي القضية الفلسطينية.
هذا ليس موضوع تقني بحت، ليس موضوع فني بحت، هذا موضوع سياسي واستراتيجي بامتياز، ويجب أن يقاوم من هذه الزاوية. وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان تظاهرة حاشدة رفضا للمساس بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين. ويعم الإضراب الشامل المخيمات الفلسطينية في لبنان كافة رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل. وعلمت الميادين أن اجتماعا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل بين وزير العمل كميل أبو سليمان ووفد فلسطيني لعرض آخر التطورات بهدف التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال رأى أن وزير العمل اللبناني لم يتعاطى مع خصوصية اللاجئ الفلسطيني. عبد العال قال للميادين أن المسألة عالقة عند شروط وزير العمل ومنها استحصال اللاجئ على إجازة عمل. الأجواء كما أعلم أن نتيجة كل الاتصالات حتى مع رئيس الحكومة لم تفضي إلى تراجع عن القرار، فقط الحديث باتجاه تسهيل إعطاء إجازات للفلسطينيين، ونحن نعرف ما هي يعني البداية في هذه التسهيل والتي هي جزء من تعجيز قد يحدث في العديد من المؤسسات. نحن ندعو إلى بصراحة إلى موضوع قانون معجل يستثني الفلسطينيين من إجازة العمل. هذه المسألة الأهم واللي بعتقد أنه يستطيع أن يخدمنا فيها اللبنانيين، يخدمنا فيها مجلس النيابة اللبناني، الكتل الرئيسية في مجلس النيابة اللبناني. وفي لبنان لم تصل المشاورات إلى توافق على عقد جلسة للحكومة وسط استمرار الخلافات بشأن توصيف محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، فيما أكد الوزير جبران باسيل أن إحالة القضية على المجلس العدلي لا تستهدف إلغاء أي طرف. هذا تقرير لعباس صباغ. جلسات الحكومة اللبنانية معطلة للأسبوع الرابع، الخلاف على توصيف محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب مستمر، إحالة القضية على المجلس العدلي لا تزال جوهر الخلاف في البلاد وسط مخاوف لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من ما يسميه محاولات الإلغاء، بيد أن هذا التوصيف يرفضه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. هيدا الكذب والدجل على الناس، إلغاء وما إلغاء، ما حدا فيه يلغي حدا بهيدا البلد، وما حدا عنده نية يلغي حدا، وحتى معيشين المجتمع الدولي هيك، اجتماعات مع سفراء يعني صفوا حطوا البلد كأنه تحت القبضة الحديدية. في المقابل يتهم تيار المستقبل المطالبين بإحالة القضية على المجلس العدلي بالمعطلين. هو يعرف أن فرض الأمر على الحكومة هو محاولة تعطيل لعمل الحكومة، ويمكن للرئيس أيضا أن يقدم استقالته أو لا يقدمها، عنده احتمالات كثير الرئيس سعد الحريري للتصرف بما يناسبه، وبالطبع سيتخذ القرار المؤاتي لمصلحة لبنان أولا. أما تكتل لبنان القوي فيتمسك بمطالب حلفائه ويكرر وقوفه إلى جانبها. بالطبيعي نحن إلى جانب حلفائنا بمطالبهم، ولكن نحن ما عندنا أي مطالب بهذا الموضوع، وأي شيء بيتوصلوا له نحن على الأكيد بنكون داعمين للاتفاق اللي بيصير. أما عن أصول الإحالة على المجلس العدلي فإن القرار يتطلب موافقة نصف أعضاء الحكومة زائدا صوتا واحدا، ووفق المواقف المعلنة فإن تكتل لبنان القوي ومعه حزب الله وتيار المردة سيصوتون مع الإحالة، بينما سيصوت تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ضد الإحالة على المجلس فيما لم يتضح موقف حركة أمل. وعلى ذلك الموقف يعلق قرار الحكومة. لا جلسة للحكومة اللبنانية قبل التوصل إلى تسوية لإنهاء انعكاسات محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، فالمبادرات تترنح ولكن المساعي مستمرة للتوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة ويسمح بالعودة إلى مجلس الوزراء لمواجهة التحديات التي تحيط بالبلاد. عباس صباغ، بيروت، الميادين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره ودعم قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان. واعتبر بومبيو في رسالة إلى نظيره اللبناني جبران باسيل أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي من الوسائل الأساسية لمواجهة تحديات السلام والأمن.
فاصل نتابع بعده مباشرة السابعة. مجددا حياكم الله. سوريا نددت بالتدخل الأمريكي المتواصل في أراضيها والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها. مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أكد رفض دمشق القاطعة للتفاهمات الأمريكية التركية التي تشكل اعتداء على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. كما شدد على أن دمشق تجدد تأكيد التصدي لكل الطروحات الانفصالية التي تشكل تهديدا لسيادة سوريا. وأشار إلى استمرار سوريا في التعاطي البناء للوصول إلى نهاية للأزمة عبر عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم من دون تدخل خارجي. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد ان بلاده ستقطع ارتباطات المسلحين شرق الفرات في سوريا بشمال العراق عبر عمليه المخلب. وخلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العداله والتنميه قال اردوغان ان تركيا عازمه على تدمير ممر الارهاب في شرق الفرات بغض النظر عما ستصل اليه محادثات المنطقه الامنه مع واشنطن. هذا تقرير لمحمود واثق. تصعيد تركي جديد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المباحثات المتعلقة بتفاصيل المنطقة الآمنة في الشمال السوري وفقا لرغبات أنقرة. يقول الرئيس التركي إن بلاده مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرقي الفرات بغض النظر عن نتائج المباحثات مع الجانب الأمريكي حول ترتيبات المنطقة العازلة. سنقوم بقطع ارتباط الإرهابيين شرق الفرات في سوريا بشمال العراق عبر عملية عسكرية. هذا الممر الإرهابي سيتم تدميره أيا كانت نتائج المحادثات مع الأمريكيين بشأن منطقة آمنة، والذين يعتمدون على القوات الأجنبية في هذه المنطقة سيتم دفنهم تحت التراب. منظومة صواريخ S-400 الروسية والتي تسلمت أنقرة الجزء الأكبر منها ستدخل الخدمة رسميا في نيسان أبريل من العام المقبل يقول أردوغان، ولا يستبعد التوجه إلى جهات أخرى لتلبية احتياجات بلاده في حال رفضت واشنطن تزويدها بمقاتلات F-35. تركيا؟ أعتقد أن الخلاف التركي الأمريكي ليس محصورا حول العملية التركية المرتقبة في شرقي الفرات أو المنطقة العازلة المزمع تشكيلها لإبعاد الخطر عن حدود تركيا. هناك ملفات أخرى لها علاقة بتوجهات تركيا الجديدة نحو روسيا، وأعتقد أن هذا هو سبب استياء واشنطن. هي جملة نقاط خلافية تبدأ من تباين الرؤى بخصوص حدود وعمق المنطقة الآمنة، مرورا بالخلاف التركي الأمريكي القائم حول طبيعة العلاقة بوحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، وصولا إلى صراع الطرفين حول الجهة التي ستسيطر على المنطقة الآمنة. بنود خلافية تنذر بتفجر خلاف حاد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. على الرغم من التصريحات المنتقدة وتصاعد اللهجة التي يستخدمها أردوغان في مخاطبة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، إلا أنه لن يذهب بعيدا في قطع العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بسبب خلاف هنا أو هناك يقول مراقبون. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. وصل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج بعد نقله من المستشفى العسكري في العاصمة تونس. وسيؤمن الجيش الجنازة الوطنية التي ستنظم للرئيس الراحل يوم غد. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 من سبتمبر. على جوانب الطرقات المؤدية من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاج تجمع التونسيون لحضور نقل جثمان رئيسهم الراحل. اختلطت الدموع بأصوات التكبير وتعداد مناقب فقيد تونس الذي وصفوه بأنه منع تقسيم تونس وكان رجل التوافق. أنا نعرفه مليان صغير من أيامات بورقيبة، كان سفير، كان وزير، كان رجل سيد رجال الله يرحمه، ومنع تونس من برشا مصايب كانت ماشية المحرقة، بعثولنا ربي ولد حلال منع تونس.
ان شاء الله البلاد بركه تتعدى لاباس وبقدر تربي لاباس ما دام عندنا رجال، وبلادنا راهي ديما تقعد للسلم والامان وبقدرة ربي لاباس. ونحب نقول للناس الكل راهي تونس ديما بخير، وينصر تونس وينصر تونس ويحمي تونس. مشاعر الحزن اختلطت بعبارات الفخر بعد انتقال السلطة بشكل سلس وفق مقتضيات الدستور، ويعود ذلك إلى النظام الديمقراطي الذي تم إرساؤه في تونس. ولكن بالتوازي مع ذلك بدأت الأحزاب السياسية تتلقى قرار هيئة الانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من نوفمبر إلى 15 من سبتمبر بشيء من القلق، حيث يفترض أن يبدأ تقديم الترشحات بعد أسبوع من الآن. إشكالات فرضها الدستور الذي يشترط تنصيب رئيس جديد بعد 90 يوما. أعتقد وأن حملة انتخابية كما صرح بذلك رئيس هيئة المستقلة للانتخابات تدوم 12 يوما فقط للانتخابات الرئاسية هي حملة قصيرة جدا. هل ترى الهيئة عندها كل الإمكانيات لتنظيم حملتين، واحدة رئاسية والأخرى برلمانية على كامل البلاد تتقاطع في الزمن، أم أن ربما نفكر في موعد جديد للانتخابات البرلمانية؟ معركة سياسية مبكرة فرضتها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ستتضح معالمها أكثر بعد مواراة جثمانه الثرى، حيث سيستأنف الحديث عن التحالفات وشكل المشهد السياسي التونسي بعد السبسي. ستجبر الأحزاب التونسية على كشف أوراق تحالفاتها السياسية وأسماء مرشحيها مبكرا وفي مدة زمنية وجيزة بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، ليبقى ذلك مؤجلا إلى ما بعد جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. ومراد معنا مباشرة من تونس، كيف تجري الاستعدادات للجنازة الرسمية غدا في تونس للرئيس الراحل؟ نعم كمال، بالتأكيد جنازة الغد سيؤمنها الجيش التونسي بدرجة أولى، وكذلك وزارة الداخلية بدرجة ثانية، التي وزارة الداخلية يبدو أنها ستهتم بكل ما هو يعني يخص المواطنين الذين اتفقت السلطات الرسمية على أن يكونوا حاضرين في جنازة الغد. نجل الرئيس الراحل قال أن هذه الجنازة يريدها أن تكون شعبية كما كان الرئيس الراحل قريبا من مواطنيه، فإن هذه الجنازة ستكون مفتوحة لعموم المواطنين. هي صعوبات بالتأكيد أمنية، يعني خاصة لجهة التنظيم في وقت قصير جدا، خصوصا وأن هذه الجنازة ستشهد حضور يعني شخصيات دولية وعربية مهمة، رؤساء دول ووزراء وسفراء وغيرهم، وبالتالي بالتأكيد السلطات الأمنية قادرة على تأمين هذه الجنازة، خاصة وأن المسافة من قصر قرطاج و جامع مالك ابن أنس الذي ستنطلق منه الجنازة إلى مقبرة الجلاز في وسط العاصمة هي مسافة يعني تراوح 7 أو 8 كيلومترات. بالتأكيد ستكون القوات الأمنية وقوات الجيش منتشرة على طول هذه الطريق التي ستسلكها الجنازة. يعني هذه هي اليوم مشاعر من الحزن بالتأكيد تعم تونس، وبانتظار جنازة الغد حيث من المفترض أن يكون هناك حضور كبير. ولكن فقط كمال أريد أن أشير إلى بعض الشخصيات المهمة التي أكدت إلى حد الآن أنها ستكون في هذه الجنازة. بالتأكيد أهم هذه الشخصيات رؤساء الدول، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الجزائري، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، الرئيس البرتغالي، الملك الإسباني سيكون موجود بطبيعة الحال، إضافة إلى الرئيس الفرنسي الذي وردت أخبار على أنه قطع إجازته من أجل حضور هذه الجنازة، وأمير قطر سيكون بالتأكيد موجود في هذه الجنازة، إضافة إلى شخصيات أخرى بينها ممثل أمير الكويت، مساعد الرئيس المصري، أمين عام الجامعة العربية، ممثل للأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الرئيس التركي، إضافة إلى مساعد وزير الخارجية الإيراني. هذه أهم الشخصيات التي أكدت إلى حد الآن حضورها، بالتأكيد إلى جانب وزراء من
من الأردن مثلا وغيرها من بقية الدول العربية والأجنبية الذين سيحضرون. إذن كل المؤشرات تدل على أنها جنازة ستكون مهمة. هناك جانب سياسي بالتأكيد كل الأحزاب اتفقت على أنها ستؤجله إلى ما بعد الجنازة، خاصة وأن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون قريب جدا، بداية تقييم هذا المشهد المهيب مراد والحزن الذي يلف تونس لم يخفي الجدل أو انطلاق الجدل السياسي حول المرحلة المقبلة في تونس، لكن أكثر ما يبدو بأنه يثير للنقاش حاليا هو موضوع المواعيد ومن يكون في يعني من يجرى قبل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية وتأثير ذلك على الأحزاب. هذه النقطة ستكون محل جدل بعد مراسم تشييع الرئيس الباجي السيسي. نعم بالتأكيد هذه المواضيع ستكون محل جدل. الأحزاب السياسية هي فقط يعني تعتبر أنه ليس من الوقت الآن في هذين اليومين على الأقل لإثارة هذه النقطة، ولكن بدأت الأحزاب بالتحدث عن هذا الموضوع. هي هيئة الانتخابات يبدو أنها حسمت أمرها، ولكن ليس بشكل نهائي، يعني من الممكن أن تغير بعض المواعيد. كما نعلم يوم 6 أكتوبر سيكون موعد الانتخابات التشريعية أي البرلمانية، يعني هيئة الانتخابات قالت أنها لن تغير، لن تمس بهذا الموعد، سيبقى كما هو، فقط هي ستقدم الانتخابات الرئاسية عوضا عن 17 نوفمبر ستصبح في 15 سبتمبر. يعني أصبحت على الأبواب. الأحزاب السياسية لها مؤاخذات متعددة ومختلفة، كل حزب له مؤاخذاته. هيئة الانتخابات قالت أنها يعني الإكراهات القانونية والدستورية هي التي أجبرتها، ولكن حتى موعد 15 سبتمبر سيكون له صعوبات، سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في عمل الهيئة، ولكن دستوريا يجب على الرئيس الجديد التونسي المنتخب أن يكون في بعد 3 أشهر بعد 90 يوما من الآن في قصر قرطاج، وبالتالي الدورة الأولى تقديم الترشحات، الدورة الثانية الطعون الانتخابية، والنتائج النهائية يجب أن تكون قبل 3 أشهر تماماً. وبالتالي يجب أن تجرى الانتخابات في 15 سبتمبر. نعم. مراد دلنسي مراسل ميادين كنت معنا مباشرة من تونس. القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف مكي طمأن إلى أن انتقال السلطة في تونس بعد وفاة الرئيس سيكون سلسا. وفي مقابلة مع برنامج المشهدية خاص تعرض اليوم 8 بتوقيت القدس، قال مكي أن الرهان على معادة حركة النهضة لجذب الناخبين لم يعد ناجحا. الشرائح الاجتماعية التي يغازلها هؤلاء بالتلويح بمعاداة حركة النهضة هي الآن تغير نظرتها تجاه حركة النهضة، وأصبحت لا ترى مانعا من التعامل مع حركة النهضة. ولذلك فإن اجتماعيا في المجتمع، لأن هنالك فئات اجتماعية كانت متأثرة بأعلام بن علي ومتأثرة بالأعلام المعادي لحركة النهضة، لكن منذ الثورة الآن هم يرون حركة النهضة أمامهم كيف تتحرك وكيف تقرر وكيف تبحث عن المصلحة الوطنية، فبالتالي لم يعد رهان معاداة حركة النهضة رهان رابح سياسيا أو يجلب الناخبين. المكي قال أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يمكن أن يكون رئيسا لكنه ما زال شابا لهذا المنصب، ورأى ترشيح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم السبيدي من الشخصيات التي تحظى بثقة التونسيين. أما بالنسبة لزعيم النهضة راشد الغنوشي فلفت المكي لأنه ليس متأكدا أنه سيحصل على الأصوات الكافية للوصول إلى الرئاسة. لو كنت متأكدا أنه سيتحصل على الأصوات الكافية لرئاسة الجمهورية لكنت أقرب إلى دعمه، فضلا على أنه في الانتخابات الرئاسية التونسية هي تتم على دورتين، خلال الدورة الثانية بالتأكيد هو سيصل إلى الدورة الثانية، ولكن في الدورة الثانية سيقع يعني التركيز عليه وقصفه وإلى غير ذلك. على كل هو إلى حد الآن لا يزال واردا، ولم يقل لن أترشح للرئاسة بلن الزمخشرية، ولم تدرس المؤسسات ذلك، وبالتالي يبقى واردا.
هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 من تشرين الأول أكتوبر من دون اتفاق. جونسون قال أن حكومته ستولي أولوية قصوى لذلك، فيما أكدت بروكسل رفضها طلب جونسون التفاوض مرة أخرى حول بريكسيت. هذا تقرير لموسى سرور. تتجه للخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر تشرين الأول مهما كان الثمن، وبروكسل ترفض دعوة جونسون لإعادة التفاوض بشأن بريكسيت. قادة الاتحاد الأوروبي شددوا على أن لا بديل عن صفقة ماي، موقف دعمته باريس فيما حذرت برلين جونسون من خططه بشأن بريكسيت. أما دبلن المتضرر الأول من بريكسيت بسبب قضية الحدود مع بريطانيا فعبرت عن قلقها من تأليف الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة. تصريحات جونسون غير مساعدة في عملية البريكزيت، ويبدو أنه اتخذ قرارا عن عمد بوضع بريطانيا في حالة صدام مع الاتحاد الأوروبي وإيرلندا. جونسون وجه خطابا للبرلمان قبل دخوله في عطلته الصيفية التي تستمر لغاية شهر سبتمبر أيلول المقبل، رافعا لاءاته الثلاث: لا لتأجيل موعد بريكزيت، ولا لإجراء استفتاء جديد، ولا لتفكيك بلاد الضباب. لكن تهديد رئيس الوزراء ببريكزيت من دون اتفاق زادت من دعوات الانفصال عن المملكة المتحدة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. لا شك في أن وحدة البلاد في خطر التفكك، فهناك دعوات في اسكتلندا تطالب باستفتاء ثان للانفصال عن بريطانيا، وأعتقد أن هذا الأمر قريب الحدوث. جونسون بات في صدام مع البرلمان حيث الأغلبية فيه لا تريد بريكزيت من دون اتفاق. إذن لا يملك جونسون الكثير من الأوراق لتمرير صفقة بريكزيت، في ظل اعتقاد يسود بانشقاق عدد من نواب حزب المحافظين لصالح الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن استعدادات لطرح الثقة بحكومة جونسون فور عودة النواب من إجازتهم الصيفية. يدرك رئيس الوزراء الجديد حجم الصعوبات التي تواجه حكومته، ولا سيما في موضوع بريكزيت، لكن هناك من يرى أن خطاب جونسون ذا السقف العالي ووعوده الداخلية بتحقيق الرفاهية للمواطن البريطاني ليس سوى تحضير منه للتوجه إلى الانتخابات العامة. موسى سرور، لندن، الميادين. أكد علماء الفيزياء أن نظرية النسبية العامة لأينشتاين أصبحت قابلة للتطبيق على الثقوب السوداء الموجودة بالآلاف في الكون، إذ أشاروا إلى أن سرعة الأجسام التي تقترب من الثقب الأسود تزيد سرعتها ملايين الكيلومترات في الساعة. هذا التقرير لمريم عثمان. هل فكرتم يوما في السفر عبر الزمان والمكان والانتقال على نحو فوري عبر الكون؟ من منا لم تخطر هذه الفكرة في باله، ولكن تنفيذها يبقى محض خيال وحصرا على أفلام الخيال العلمي. أبرز فرضية للانتقال عبر الكون وإلى جهة أخرى من الكون لم يكتشفها العلماء هي الثقوب السوداء الموجودة في مجرتنا الكونية بالألاف. هذه الثقوب كانت المعضلة الأبرز التي بحث فيها علماء الفيزياء مطولا في القرن الأخير، وللمرة الأولى تمكن العلماء من اختبار نظرية النسبية العامة لأينشتاين قرب ثقب أسود عملاق العام الماضي، وأكدوا أن الأجسام التي تقترب من الثقب الأسود تزيد سرعتها ملايين الكيلومترات في الساعة، في إشارة إلى هذه الجاذبية، ما يثبت نظرية أينشتاين. الثقب الأسود هو التطور الأخير أو التحول الذي يطرأ على نجم عظيم الكتلة، وأبرز ثقب أسود في مجرتنا يفوق حجم كتلته حوالي 3 ملايين مرة حجم كتلة الشمس، ويبعد عنها حوالي 24 سنة ضوئية. للثقب الأسود جاذبية عالية ويقوم بابتلاع كل شيء حوله حتى أن النور لا يستطيع الإفلات منه ولا تصل منه أي نقطة ضوء. يتوقف داخله الزمن وتتوقف عنده القوانين ليكون بحسب أينشتاين منطقة الزمكان. فهل تحتوي الثقوب السوداء فعلا على ممرات تسمح للمسافر فيها بالعبور إلى كون آخر؟ نظرية قد تثبتها السنوات المقبلة. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين.
برلين تؤكد أنها لن تشارك في استراتيجية أقصى الضغوط الأمريكية ضد إيران، وموسكو تحذر من أن الوضع في الخليج محفوف بمواجهة عسكرية واسعة. طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني، ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل تنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي. سيد نصر الله يؤكد دعم أي قرار فلسطيني بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال ولا سيما التنسيق الأمني، وينفي استخدام مرفأ بيروت لنقل السلاح إلى لبنان. صوت عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم لهدم قوات الاحتلال منازل المقدسيين في حي وادي الحمص. دمشق ترى في التفاهمات الأمريكية التركية اعتداء على سيادة سوريا ووحدتها، وأردوغان ماض في عملية شرق الفرات بمعزل عن نتائج المباحثات مع واشنطن. جثمان قائد السبسي يصل إلى قصر قرطاج عشية تشييعه بحضور رؤساء ووفود أجنبية وتأمين من الجيش. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.